احنا الان امام الدائره الامنيه بسويسي، حيث يوجد صديقنا الدكتور بوبكر الونخاري المعتقل من الامس، اعتقال تعسفي منذ صباح الامس الى الان. ما كنعرفوا عليه والو، ما عندنا حتى شي اخبار حول شنو مجهل ليه، شنو التهمه، شنو سبب الاستمرار في الاعتقال ديالو او الاحتجاز ديالو الى الان. مازال ما عطاوش الاخبار لا الدفاع ديالو اللي عنده الحق اليوم في نصف المده ديال الحراسه النظريه انه يتخبر معاه، مازال الى الان ما تمكنش يتخبر معاه. ايضا العائله ديالو ما عندها حتى شي خبر، الاصدقاء ديالو ما عندهم حتى شي خبر على حيثيات اعتقاله الى الان. جينا اليوم في هذه الوقفه، تعرضنا للمنع من طرف قوات العموميه اللي جات ومنعتنا بالقوه من اقامه هذه الوقفه اللي بالنسبه لنا وقفه قانونيه، لان الوقفه ما كتحتاج اي ترخيص. جينا بكل سلميه، جاوا الاصدقاء ديالو من الدار البيضاء، من الرباط، من اجل المسانده ديالو. كان تعرضوا للمنع، هذا الشيء اللي كياكد، هذا المنع كياكد مسار الممنهج اللي مختاروا المخزن الاعتداء على حقوق الانسان، وكياكد لنا الشيء اللي قلناه في البيان ديالنا من ان هذا الاعتقال التعسفي، هذا الشيء اللي كيجرى الان كياكد ما قلناه، وكياكد منهجيه او ان هذه الانتهاكات هي انتهاكات ممنهجه. كان ندينو هذا الاعتقال سواء باعتبارنا جماعه العدو احسان كيف ما صدرنا في البيان ديالنا، او صدرت الى الان كثير من البيانات من هيئات مجتمعيه حقوقيه وجمعويه اللي كينشط فيها الدكتور بوبكر الونخاري، وكتعرف قيمه هذا الرجل ووجوده النضالي والفكري والثقافي المعروف في المغرب. كنطالبوا باطلاق السراح ديالو فورا. حنا جينا اليوم حيت تفاجئنا البارح واحد الخبر ديال الانتقال ديال الاستاذ بوبكر اخواني، وجينا باش ما فهمناش الحقيقه البارح شنو كاين. الان ما عندنا حتى شي اخبار، شادين سيد من البارح، ما رواح هو من كازا ما رجعش لدارو، ها هي مراته كاينه هنا. المهم حنا تفاجئنا، جينا نشوفوا واش كاين. هو مناضل معنا وكينتمي لجمعيه العدو والاحسان، يعني دابا حنا كنتسائلوا علاش اعتقلوا، ولكن ما عندنا حتى شي فكره. المحامون دابا معاه، ولكن اللي غريب هو ملي جينا كمناضلين وكا زعما تضامن مع هذا السيد، شفنا الدنيا زعما واحد الانزال ديال لي فورس دو لورد، ديال المهم ديال البوليس وداك الشيء خيالي زعما، شي حاجه اللي ما فهمناهاش. منعوا زعما الوقفه، وحنا ماشي الناس زعما ديال الفوضى دونك سلميين، ولكن جو بونس كون درنا شي خطوه اخرى راه تنوض شي سميتو. راه ملي كتشوفوا هكا زعما ما كيكونش حيت مناضلين مربين ومناضلين ماشي فوضويين، ومناضلين ديالهم الناس ديالهم حتى هما راه كنعرفوهم، دونك ما عطوش صورتي هذا الشيء راه خيالي زعما. واش كيفاش كتصور؟ دونك حنا اش كنشوفوا بالنسبه للوقفه ديالكم، شنو المطالب؟ غنعرفوا اش كاين، واش مواطن مغربي يمشي يسول على شي فيزا، هادشي الروايه اللي عندنا، مشى يسول فيزا في السعوديه وتعتقل، بغينا نعرفوا شنو هو، كيفاش هاد البلاد كيجي وكيشد بنادم وكيديه ما يخليش يرجع لدارو. مطالب هما ما فهمتش هما اللي شنو طالبين من هاد المغاربه اللي كيديروا هاد بحال هاد الشيء. دونك حنا كنتسناو محامين يخرجوا يقولوا لنا اش كاين بالضبط، واشنو شنو كاس كي لي روبروش، سورتو كنعرفوا السيد زعما بعقلو واب اسره ومربي وداك الشيء زعما ما فهمناش. واش كيدقوا على المناضلين؟ واش عاوتاني حيت السيد كينتمي لشي جماعه ولا شي ما فهمتش. ولكن فوالا حنا كنتفاجئوا زعما هاد لا رابيديتي، و ميم طون كنقولوا شوف ملي كيبغيو في ساعي يهبطوا راه كيهبطوا، دونك يهبطوا لشي حوايج نيت اللي كاينين في المغرب، وشي بزناسه وشي شفاره وشي عطى الله فاش يهبطوا هاد الهبط، ماشي يهبطوا على بنادم زعما خدمته ناضي كيطلب شي زعما مناضل نقي وسميتو. دونك جينا نشوفوا هاد الشيء اللي كاين. محمد الزكري منسق اللجنه المحليه بالدار البيضاء من اجل اطلاق سراح والتضامن مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب. اليوم جينا في هذه الوقفه اللي ما تمكناش ان نديروها نظرا للكم الهائل من قوات الامن،
المهم حنا كنشوفوا بان هذا الاعتقال ديال 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 الاخ ديالنا والرفيق ديالنا مبكر المنخري اللي هو عضو كذلك في واحد يعني في اللجنه ديال التضامن مع المعتقلين السياسيين، كنشوفوا بانه هو اعتقال تعسفي كيدخل في اطار يعني ما تقوم به الدول المغربية منذ سنوات من تلفيق تهم، نظرا لمجموعة من الاعتبارات منها يعني غياب الأدلة الكافية على أن هذا السيد هذا قام بما يقال في وسائل الإعلام، ما خرج به وسائل الإعلام هذا الصباح من إهانة موظفين إلى غير ذلك. أولا وثانيا معرفتنا لهذا الشخص يعني الدكتور بوكر المنخري شخص متزن، شخص يعلم ما يعني جيدا ما يقوله ويعني يزن كلامه كل الميزان، نظرا لان احنا كنعرفوه في الميدان وكنعرفوه منذ سنوات في بعلاقه مع واحد مجموعه ديال يعني المعارك النضاليه التي خضناها جميعا لا على مستوى اللجنه المحليه ديال التضامن مع المعتقلين السياسيين وكذلك الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع.